بالنسبة لنشاط اليوم فهو نشاط احتفالي بالتراث المغربي وبالثقافة الأصيلة من خلال استحضار قصيدة جميلة جدا العمر ديالها أكثر من 735 سنة للإمام أبي الحسن الشستري. كان كتبها من بعد ما ترك الوزارة في غرناطة وتحول إلى زاهد بناء بعد لقائه بالشيخ المتصوف ابن سبعيني، ووصلت به الرحلة ديالو إلى مدينة مكناس، وهناك طاف ثلاثة أيام وكتب واحد قصيدة جميلة جدا اللي اسمها شويخ من أرض مكناس. اليوم فرصة أننا نستحضر هذه القصيدة، نعيد تقديمها، خاصة أنها معروفة في الشرق وكانت هي سبب تعريف المشارقة على وجه الخصوص بمدينة مكناس. اليوم استحضار لهذه القصيدة، إعادة تشخيصها، وكذلك من أجل ربط الصلة بين الماضي والحاضر بالنسبة للتلاميذ ديالنا، يتعرفوا على جانب مشرق من التاريخ المغربي الأندلسي الجميل جدا. هذا العمل هذا يعني شرف لنا أننا نشتغل عليه ككوغال مع لزلاف ديالنا باش نعرفوا على الثقافة المغربية ديالنا من جهة، وفي نفس الوقت نستحضروا يعني شيخ من الشيوخ الكبار يعني ديال التصوف ألا هو الإمام الشستري. وهذا العمل هذا يعني أول مرة نشتغل عليه بهذا الكيفية ديال أنه كاين عرض مسرحي يعني تجسيد القصة ديال قصيدة شويخ من أرض مكناس، وفي نفس الوقت الغناء الجامعي للمجموعة الصوتية ألا وهي جمعية أزهار الأندلس. وهذه كلها رسالة أننا من الأطفال للأطفال لا سيما الشباب الصاعد إن شاء الله جيل المستقبل، أنه يهتم بالتراث دياله ويعطيه مكانة أكبر وأكبر باش يزيد ينتشر عبر العالم إن شاء الله. شاركت في هذا النشاط هذا اللي كيتكلم على التراث المغربي ديالنا، وأنا سعيدة بزاف حيت شاركت فيه وجميع الأصدقاء ديالي، وحنا فريمون تشرفنا باش نشاركوا فيه ونتعرفوا على نعتزوا بهذا التاريخ ديالنا المغربي.